ده كان كلام مهم جدا، لكن للفرز يبقى هناك كلام كثير في الغربال. الإبداع في زمن الجائحة، من أول ما فيروس كورونا عافاكم الله وحماكم جميعا ضرب العالم، اقتصاديات الرياضة في العالم، اقتصادات الدول على فكرة مش الرياضة بس، اهتزت بشدة لدرجة ان احنا شفنا أندية عالمية كبيرة عندها اقتصادات ضخمة جدا جابت لاعبتها وخفضت عقودها، وشفنا هيئات ومؤسسات كتيرة جدا خفضت رواتب وخفضت مزايا كتيرة مادية، إلا النادي الأهلي. إلا النادي الأهلي مجلس إدارته كان عنده قدرة على استنباط أفكار جديدة لتنمية موارده. فاكرين انتوا تابعنا الكابتن محمود الخطيب وقد ايه قعد مع مجلس الإدارة ومع لجنة تنمية الموارد ومع كل الكيانات الاقتصادية في النادي بحثا عن تعظيم موارد النادي واستنباط أفكار جديدة تحقق موارد إضافية للنادي الأهلي. في فترة بقول لكم العالم كله بيهتز اقتصاديا، كانت النتيجة أن الأهلي استحدث نظام الوحدة الاقتصادية وقدر يخلق موارد جديدة جدا، تعاقد عليها مع شركة وطنية محترمة بحجم شركة استادات علشان يعظم موارده ويحقق إضافة كبيرة ما كانتش موجودة في ظروف الرخاء. بص الأهلي بيوجد هذه الميزة وهذه الوحدة الاقتصادية في عصر الأزمة، هو ده في عصر الجائحة. من هنا كان الإبداع، من هنا كان الإبداع الرياضي، إزاي وأنا في عز هذه الأزمة أستنبط أفكار جديدة جدا، حلول مضافة، مش بحافظ على اللي عندي بس، لا ده أنا بوجد حلول مضافة تحقق لي طفرة ونمو اقتصادي كبير. من هنا استحق الأهلي ومجلس إدارته جائزة الإبداع الرياضي، جائزة محمد بن راشد المكتوب. إيه؟ في مثل عالمي، الحاجة أم الاختراع. الحاجة طبعا، فالضائقة هي اللي بتخليك لما يكون عندك ذهن متوقد وعندك شغف وعندك القدرة على الإبداع إنك تروح في الحتة دي اللي تؤهلك في النهاية عندما تقيم الناس أفكارك وأعمالك تكسب جايزة محمد بن راشد. دي جايزة الإبداع الرياضي حصل عليها النادي الأهلي كما أعلنت إدارة الجايزة. الجديد فيها أنه يوم الحد الجاي إن شاء الله سوف يحتفل في دبي بتسليم جوائز الفائزين بجائزة الإبداع الرياضي، وإن شاء الله الكابتن محمود الخطيب هيسافر إلى دبي لتسلم هذه الجائزة اللي بتكشف إلى أي مدى يتمتع مجلس إدارة النادي الأهلي بالقدرة على الأداء المتميز. انت مش بس بتحافظ على كل حقوقك، انت مش بس بتحافظ على حقوق العاملين فيك، انت مش بس بتأدي رسالتك على اكمل وجه تجاه المنتخبات الوطنية والمنشآت الرياضية وهذا التناسق والتناغم التام مع توجهات الدولة في المزيد من الإعمار والتعمير، وفي زمن سريع جدا فيه من الجودة والقدرة على الإنتاج السريع والإنجاز المتميز، لا انت كمان بتضيف إلى البنى الاقتصادية بتاعتك وحدات اقتصادية مضافة. فاستحق الأهلي جائزة الإبداع الرياضي اللي بقول لكم في المؤتمر الصحفي اللي عقده سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، كشف عن فوز الأهلي بالجائزة عن المجموعة الاقتصادية للنادي التمويل الذاتي. وحدد مجلس دبي الرياضي 9 يناير الأحد إن شاء الله موعدا لإقامة حفل كبير ليتم فيه التكريم وتسليم النادي الأهلي جائزته على رأس المكرمين. فوز الأهلي بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي جه كمان بعد فوزه بلقبي دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين. التفوق الرياضي كمان مع الإبداع الإداري والاقتصادي شوف بيتحقق برغم ضغوط الجائحة، بالإضافة للفوز بالسوبر الأفريقي والفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية. كشفت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي العالمية عن فوز فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه بعدما حصلت على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، كما فازت أيضا آية مدني بالجائزة لكونها أول عربية وأفريقية تنتخب كرئيس لجنة اللاعبين وعضو المكتب التنفيذي.
تفاصيل كثيرة في ثنايا جائزة الإبداع الرياضي. معنا من دبي الزميل العزيز والصديق الأستاذ محمد القوصي، عضو الفريق الإعلامي لجائزة الإبداع. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، تحياتي ليك وتحياتي للكبير أستاذنا الغالي الباشمهندس عادل القيعي، وبوجه تحية الجمهور الأهلي ولمشاهديكم في كل مكان. صوتك ما شاء الله بيجلجل رغم ان انت عندك ساعتين متاخرين، مش كده يعني؟ المفروض تكون نايم. ما هعمل ايه يا استاذ ابراهيم، انا قادر اتاخر على مايكو كتابه. طيب ماشي، قول يا مبدع. قول 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 يعني الاول، يعني كيف فاز الاهلي بهذه الجائزه يا استاذ محمد، وترتيبات اجواء الاحتفال عندك عامله ازاي؟ تمام، بس خليني قبل ما اخش لك في الجائزه، في نقطه مهمه جدا ولحظه تاريخيه في الامارات بتعيشها بكره. لاول مره في تاريخ دوله الامارات يوم الجمعه يوم عمل اللي هو 7 يناير 22. ما حصلتش في التاريخ، اول مره هيطبق هذا اليوم النهارده، واحنا جايين يعني برضو في حاله جديده جدا في الامارات، يعني في حاله في الامارات، يعني اليوم الجمعه ده بالنسبه لنا كعرب وكمسلمين الحقيقه ما حدش يفكر انه مش اجازه خالص يعني. فان شاء الله بكره العمل هيبدا، والدوام الحكومي في الامارات هيبدا من الساعه 7:30 لغايه الساعه 12 ظهرا، وبالتالي يكون اسبوع العمل في الامارات من الاثنين للخميس زائد نصف يوم الجمعه. والاجازه سبت وحد. والاجازه سبت وحد بالظبط، وده لاسباب اقتصاديه بحته مهتمه بها دوله الامارات. خلوني بقى اروح للاهلي وابداعه وجائزه الابداع الرياضي. الاهلي توج بالجائزه المرموقه دي كافضل مؤسسه رياضيه عربيه، ليبقى الاهلي على القمه وصاحب الرياده والتفوق والتميز والابداع، خصوصا ان الاهلي النادي العربي الوحيد اللي قدر ياخد الجائزه دي مرتين، مره في 2013 عن ابداعه في 2012 لما فاز بدوري ابطال افريقيا بعد طبعا الحادثه الشهيره اللي تعرض ليها جمهور الاهلي في المذبحه اللي راح ضحيتها 72 شهيد من شهداء الاهلي عليهم رحمه الله، وفاز بها في 2013، وهذه المره الثانيه ولم يسبق لاي. واحد الاسباب الهامه لفوز الاهلي بهذه الجائزه انذاك ان مفيش دوري، ده انت بتكسب بالظبط بدون مسابقه محليه. هو ده الابداع، يعني فكره الجائزه دي يا باشمهندس وفلسفتها بتقوم على عمل شيء غير مسبوق، عمل شيء غير خارج الصندوق، عمل شيء مختلف، عمل شيء في ظروف صعبه زي الجائزه اللي خدها الاهلي السنه دي اللي هيحصدها في 22 دي، ان الاهلي عمل في ظل جائحه كورونا وازمه كورونا والكوارث اللي احاطت العالم كله وكورونا اللي عجلت العالم كله، ان عمل حاجه اسمها المجموعه الاقتصاديه للنادي الاهلي بمبادره التمويل الذاتي، ودي كان فيها نوع من الابتكار، نوع من التميز، نوع من العمل المؤسسي، مبادرة اقتصادية خلت الاهلي واقف على رجليه وصامد في مواجهة عواصف كورونا اللي عصفت بمعظم، يعني شفنا برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان كل الاندية العظيمة في العالم. طب حد يطلع دلوقتي يقول لك يعني الاهلي هو الوحيد اللي نجا؟ نعم، الاهلي هو الوحيد اللي قدر يعدى، بدليل ان النادي الاهلي الوحيد الذي لم يخفض راتب عامل او موظف او يؤخر راتب لاعب كرة قدم او مدرب. مش معناه عن نقطة مهمة جدا جدا يا استاذ محمد دي بالظبط، ما سمعناش عن شكوى للاعب تاخرت مستحقاته، ما سمعناش عن شكوى لمدرب تاخر راتبه، ما سمعناش عن اي حاجه حتى في الفرق الاخرى اللي هي الالعاب الاخرى اللي هي دون كره القدم تسير على نفس المستوى وعلى نفس النسق. وفوق هذا النادي الاهلي بهذا الملف وهذه المجموعه الاقتصاديه وهذه المبادره النابعه من التمويل الذاتي قدر يعمل انشاءات عظيمه جدا في كل فروعه، في الجزيره شاهدناها وفي زايد شاهدناها وفي مدينه نصر شاهدناها وتقريبا اوشك على افتتاح الفرع اللي موجود في التجمع الخامس. كل هذه الاشياء تجمعت عشان تخلي الاهلي مؤسسه مبدعه بتبتكر حلول غير يعني عاديه وبتحل بيها مشكلاتها وبتقفز فوق الواقع المؤلم عشان تحقق نجاحات كبيره جدا، بدليل ان الاهلي بهذا الملف الاقتصادي الكبير وهذا التمويل الذاتي الفكره العبقريه اللي اتعملت قدر ياخد بطولات محليه وقدر ياخد بطولات قاريه وقدر يحصد دوري ابطال مصر استاذ محمد بعضهم في ظل ازمه كورونا. اي يا فندم، الاهلي بهذا التتويج وهذا الاعتراف هو دولي او اقليمي في مجال يعني
مختلف برضه بيشكل ان هو الرائد، هو النموذج، هو صاحب الارقام. ما هو صاحب رقم قياس اهو، مرتين بيكرم اهو. ايوه طبعا. كيف كان وقع او صدى هذا التتويج الجديد؟ هل كان له صدى في الشارع او في الاعلام او في الاوساط المؤسسيه الرياضيه؟ نعم، له صدى كبير جدا. هفضلك من الصدى هنا في الامارات. الحقيقه الاهلي هنا بيحظى بتقدير كبير جدا جدا جدا، وحضرتك تعلم هذا وكلنا نعلم هذا. الاهلي اسمه كبير قوي الحقيقه، وبيحظى بتقدير حتى المؤسسه او جائزه الابداع الرياضي. الاهلي له قيمه كبيره جدا، ويمكن كابتن محمود الخطيب ان شاء الله سيصل الى الامارات غدا الجمعه باذن الله، ويمكن وصل النهارده معايا على نفس الطياره الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، موجود برضو باذن الله، هيكونوا هم اللي هيتسلموا الجائزه، كابتن محمود الخطيب اللي هيتسلم الجائزه. شفنا الاعلام الاماراتي اهتم جدا بهذا الحدث وفوز الاهلي بجائزه الابداع الرياضي، اهتمام كبير جدا. لحظه اعلان الخبر في شهر 11 الماضي، الاعلام المصري ايضا كان ليه صدى كبير جدا واهتم كتير جدا بهذا الحدث، لان الحقيقه جائزه محمد بن راشد الابداع الرياضي جائزه ليس جائزه اماراتيه، بل هي جائزه عالميه كبرى بتهتم باحداث كبيره جدا على مستوى العالم، بدليل هي فيها ثلاث فرع، فرع عالمي بيكرم الابداع العالمي، وفرع عربي بيكرم الابداع العربي على مستوى الافراد والمؤسسات والفرق، وفرع محلي ده خاص بالامارات طبعا، ان هم حقهم ان يعملوا حاجه تنشط الابداع عندهم. وهم هنا في دبي مهتمين كتير جدا بعمليه الابداع في كل حاجه، في كل المجالات يعني، ما فيها المجال الرياضي يعني. الحفل يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله في بروفا للحفله هتتعمل يوم السبت، الحفل يوم الاحد الساعه 11 باذن الله، وان شاء الله في ترتيبات ان شاء الله ان قناه الاهلي 11 ظهرا على الهواء مباشره. تنقله على الهواء مباشره باذن الله بالتنسيق مع تلفزيون دبي. كمان عايز اؤكد يا استاذ ابراهيم على دي بشرى لجمهور الاهلي ومشاهدي قناه الاهلي انه يتابعوه يوم الاحد الساعه 11 ان شاء الله. ان شاء الله. عايز برضو اتكلم على ابداعات اخرى خاصه بالدكتور حسن مصطفى، وهو ابن مصر الرمز والقيمه الكبيره جدا اللي بيقود الاتحاد الدولي لكره اليد الى حاجات عظيمه جدا. هذه الجائزه ايضا فاز بها الاتحاد الدولي لكره اليد كاحدى ابرز المؤسسات العالميه. ليه فاز بها؟ لنجاحه في تنظيم بطولات عظيمه وكبرى في ظل جائحه كورونا، واستشهدوا ببطوله اللي نظمت في مصر مؤخرا، بطوله كاس العالم، كواحده من البطولات اللي نظمت في ظل جائحه كورونا، مطبقا نظاما احترازيا غير مسبوق اللي هو الفقاعه الطبيه، ونجحت نجاح مبهر يا استاذ ابراهيم. صحيح صحيح. استاذ محمد سعداء بمداخلتك، واعتقد كانت مهمه جدا لالقاء الضوء على هذه الجائزه المهمه وفوز الاهلي وتسلم الجائزه يوم الاحد ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك. شكرا. شكرا للصديق العزيز محمد القوصي، عضو الفريق الاعلامي لجائزه الابداع الرياضي، جائزه محمد بن راشد المكتوم. لاحظ المعاني اللي في الجائزه. يعني المره الاولى اللي فاز بيها الاهلي عن فوزه بدوري الابطال 2012، لما خد الجائزه في 2013، كان المعنى ايه؟ ازاي فريق يقدر يفرح وهو بيبكي؟ شوفوا المعنى الانساني، ازاي تقدر تتحمل على الامك وعلى الجرح اللي انت فيه في حادثة جماهير النادي الأهلي، ومع هذا تقاوم وتقف وتفوز بالبطولة وتهدي اللقب وقتها لأرواح هؤلاء الشهداء الأبرار. ده جزء خطير جدا كان في التقييم، لكن الجزء الذي يكمل هذه الصعوبة، انت بتتكلم على الصعوبة النفسية. أيوه. والجرح الغائر. أيوه. اللي العالم كله تألم له. أيوه. ما بالك جيل هذا جيل من اللاعبين. ايوه. ومردود ده انت فاكر في السوبر كان عامل ازاي بالظبط المصري. لكن الصعوبات التي صادفها النادي الاهلي لكي يخوض المسابقات الافريقيه كانت بتجد مقاومه حتى من نظرائه، من لعيب كره القدم والانديه الاخرى اللي كانوا بيقولوا اشمعنى الاهلي يلعب واشمعنى واحنا طب واحنا اشمعنى احنا بنلعب في افريقيا نعمل لكم ايه؟ تعال درجة اتعمل مسيره انت متخيل الاهلي في يواجه كل هذه الصعوبات؟ لما طلع اولاد ابو سويلم يعني ايه عايزين ايه يعني كانت حاجه غريبه طبعا. أي. لكن النادي الاهلي يتجاوز كل هذا.
آلام ويتعامل ويتحامل على ظرف ما فيش إعداد محلي يقدمه. بالعكس هناك عرقلة، عرقلة إنه ما يلعبش السوبر المصري، عرقلة إنه ما يلعبش حتى الماتشات الإفريقية. كان مشهد غريب، ورغم كده يستطيع النادي الأهلي أن يتفوق إلى كأس العالم للأندية. أي كان وأي إبداع، هو في ظروف أصعب من كده في التاريخ؟ ما فيش. النادي الأهلي، لكن المعنى بقى الجايزة دي وهي تكرم الاتحاد الدولي لكرة اليد مسلم في رئيسه المصري على إيفنت، على حدث اتعمل في أرض مصر وشكل سابقة اقتضى بها العالم بعد كده حتى في الدورة الأولمبية إجراءات الفقاعة. وإحنا رحنا شفنا الفقاعة بعد كده في قطر وإزاي نجح هذه الفكرة وازاي كنت بتخاف من المسحه كل يوم كل يوم وتتكشر وتعمل ومسحها فيا، قال انا اللي كنت خايف. قلنا بتشوفوه وهو كان بياخد المسح، هذا الشاسيه وهو بياخد المسح. المهم يعني فانت يعني حدثين ابطالهم مصريين، النادي الاهلي ورئيس الاتحاد الدولي وتنظيم الايفنت نفسه في ارض مصر بعد العالم كله ما اعتذر، تنظم هذه البطوله عشان العالم كله يتجرأ وينظم بطولاته بعديك ويتاسى ويقتبس منك ويستلم منك تجربتك. مصر تكرم في شخص الدكتور حسن مصطفى وفي شخص النادي الاهلي. النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي، ودي قيمه النادي الاهلي المبدع والمستحق لجائزه الابداع.